كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. مفيش بينا اتفاق، مفيش بينا اتفاق مع ريهام وامير كل يوم في رمضان على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. وقعتنا خناق في خناق. ايه يا امير اتاخرت ليه؟ مفيش، كان في مشكله بس كده كنت بخلصها. حصل ايه يا حبيبي؟ كنت ماشي من العربيه وفي عربيه كسرت عليا. وبعدين؟ مفيش، وقفت على جنب لقيت العربيه نزل منها خمسه ويقل ادبهم. يا نهار ابيض، وحصل ايه؟ شباب كده من بتوع الجيم فرحانين بنفسهم، علمتهم الادب. ضربتهم؟ انا ما كنتش عايز اضربهم والله، انا ما بحبش الافتراء، بس كان لازم بقى. ضربت الخمسه لوحدك ها؟ ايوه، انت نسيتي ولا ايه؟ انا كنت بطل مصر في الكاراتيه. ماشي، بس انا اول مره اعرف انك كنت بتلعب كاراتيه اصلا. اه لا، دي حاجه خفيفه كده. ايوه يا جيجي. ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه. مال صوتك؟ مفيش، امير بحس ان هو كذاب قوي وبيحب يهتش كتير. يعني ايه ده، هو في الطبع ده؟ شكله كده. طب ما تتكلمي معاه وحرجيه، حاولي تحسسيه انه كذاب وان انت هرشه كل حاجه. يا بنتي امبارح قعدت اكلمه طول اليوم ومش بيرد عليا، وفي الاخر كلمني بيقول لي ايه بقى؟ معلش يا حبيبتي كان عندي ميتنج مع الوزير. ايه ده حالته متاخره قوي. بصي انا هقول لك تعملي ايه. عندك حق. امير ليه مش بترد عليا؟ معلش كنت بكلم الوزير، كان بيسالني على شويه حاجات. حاجات ايه بقى؟ بيستشيرني يعني عادي. الوزير بيستشيرك انت؟ لا واسعه دي شويه يا امير. انت مش مصدقاني؟ ما علينا، النهارده ماتش الاهلي والزمالك، تحب نتفرج عليه مع بعض؟ حبيبتي انا مش بحب اتفرج على الكوره. ليه بقى؟ ان شاء الله. عشان انا كنت بلعب في الاهلي وجات لي اصابه كده بطلت بسببها كوره، فبتاثر لما اشوف زمايلي بيلعبوا. انا اول مره اعرف انك كنت بتلعب كوره في الاهلي، ده غير الكاراتيه طبعا. لا الكوره كنت بلعبها بعد الظهر. طيب تحب تعمل ايه؟ في حفله النهارده بالليل حلوه قوي، تحب نروح؟ ماشي، معاك تيكتس؟ ما تخافيش كلهم هناك حبايبي. اوكي اشوفك بالليل. باي باي. مبسوطه يا حبيبتي؟ اه المزيكا حلوه والجو تحفه. طيب هايل. ايه ده، الوزير هو قاعد هناك، تعال نروح نسلم عليه. لا ده مش هو، ده واحد شبهه. لا هو. طيب سيبيه بقى يتبسط عشان ده وقت فراغه وانا مش عاوز اقتحم خصوصيته. مش انت عمال تقول يا حبيبي ان انت بتشتغل معاه؟ مش سامع كويس. اه والله ماشي. ايه القطه دي، ايه الجمال ده؟ الحق يا امير دول بيعكسوني. لا يا حبيبتي ده مش قصدهم انت، دول بيكلموا حد تاني. والنبي ازاي يعني؟ بقول لك ايه يا كوتش، ما تسيب الحته اللي معاك دي وتروح. انت بتكلمني انا؟ اه. شفت يا امير مش قلت لك؟ واضح ان انت مش عارف انت بتكلم مين. ايوه يا امير يلا دي. مين بقى ان شاء الله؟ انت بتضربني بالقلم؟ اه بالقلم، وخد دي كمان. اجري يا ريان. دول عيال مش بترحم. معلش يا حبيبي. حصل خير، بس اوعي تفتكر ان الموضوع خلص كده. امير كفايه بقى، كفايه كدب. انا بحبك زي ما انت، مش علشان عندك شغل مع الوزير ولا علشان بتلعب كاراتيه ولا كوره، كفايه بجد. عندك حق، انا كنت بزودها شويه. شويتين. خلاص توبه. وعد يا امير. وعد يا حبيبتي. ها يا بطل، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور، ما تقلقش عليا، يا ما جات لي اصابات زي دي وانا بلعب بوكس، ما انا اصلي كنت بطل الجمهوريه يا دكتور. امير هو انت ما تعرفيش؟ يا امير خلاص. حبيتك انت غصب عني وقلت كل كلام اتقال. حاولت ابعد عنك لكني برجع وعيد نفس الكلام. اكلمك ما بتسمعنيش، افهمك ما بتفهميش. استنونا بكرة في نفس الميعاد. مفيش بينا اتفاق، كتبها امير عيد، تمثيل ريهام الشيخ، امير عيد، هند رضوان، احمد وليد، اخراج رامي محسن. وحياتنا خناق في خناق.